سبب الارتجاج البلور مكسور. بص العلامة اللي انا معلم عليها دي فيها كسر في البلور اهو. اهي اهي. طبعا احنا ممكن نحاول نلحمه نسخن حاجة ونلحمه منه فيه كده، والافضل تغييره، والافضل تغييره باي حد عنده، اي حد عنده في صوت ارتجاج في التكييف بتاعه يركز على بعض النقاط، منها البلور والبلي بتاع الموتور البلور. يبقى البلور وبلي الموتور البلور هما دول اللي بيسببوا صوت ارتجاج، وبعض الاحيان السره بتاعه البلور تكون بايظه من هنا، السره ديت اهي تكون هي اللي مكسوره، ساعات تكون مشروخه من هنا كده او تكون مكسوره من هنا كده، دي ايضا تسبب صوت الارتجاج. يبقى اسباب صوت الارتجاج الكسر في البلور، الكسر في السرة بتاعت العمود البلور هناك كده تمام، بلي او جلب موتور البلور. في نقطة رابعة اللي هي التكفيل السيء للبلاستيك، والنقطة الخامسة والاخيرة ان شاء الله هتكون كمية التراب اللي بتتجل زعانف البلور دي. طبعا زعانف دي اسمها زعانف، كان يعني تخيل انت شايفه عليه تراب دلوقتي، لكن هو كان فيه كميه تراب اكتر من كده، بص اكتر من كده بكتير. فطبعا كتر التراب بيتجل البلور يخليه ياخد زاويه ويعمل صوت ارتجاج. يتم تنظيف البلور من التراب بالطريقه دي، انك تكون كاشف البلور لنفسك وشغال عليه ببلور الهواء. شايفين كميه التراب اللي طالعه دي كلها من زعانف البلور، من الزعانف دي او من الريش دي محمله بتراب. ممكن اقول لكم مثلا 200 جرام تراب يخليه ياخد زاويه ويتكسر، يخليه ياخد زاويه في الـ في الـ في الشغل ويتكسر. فاحنا بننضف بطريقه دي. هي دي كيفية التنظيف بتاعت البلور، خصوصا لو مش هتقدر تستخدم الماء عشان الكهرباء والتوصيلات والمكتب اللي انت فيه او المكان اللي انت فيه. بص يا شباب، بعد ما حددنا مكان اللحام، مكان الكسر، هنحاول نلحمها. استخدمت انا جبت الكاوية، كاوية اللحام، هنحاول نستخدمها بالتسخين، نلحمها بالتسخين، ربما تنجح. نجحت ده اللي احنا عايزينه، ما نجحتش هنجيب بلور كامل نغيره. بص يا شباب، لحمتها منها فيها زي ما قلنا، بتلاقيه ان انا بالكاوية ديت، الكاوية دي سخنت على الجزء المكسور وعملت كده 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 خلاص لحم. وطبعا التجربة هي خير دليل، وغسلت انا القطعة ديت اهي، غسلتها ونضفتها. هنبدأ نركب الحاجة ونقفل جهازنا ونجرب بإذن الله. بعض الشباب هيقول لي انت ليه ما سمعتناش الصوت من الاول؟ والله للاسف الشديد يا شباب ما كنتش ناوي اصور اصلا، ولكن لما بعد ما فتحت قلت اصور. طبعا طريقه الفك احنا وريناها لكم، طريقه التركيب بنفس الاسلوب، بس طبعا مش هتركب اللي انت طلعته، الكليبس اللي انت طلعته الاول، هتركب من فوق الاول، ليها مكانها هي بتبيت فيه بالطريقه دي كده اهي، وبعد كده بتنزلها من تحت وهتسمع صوت التكه بتاعت التركيب. سمعت؟ دي صوت التكه بتاعت التركيب، وده البلور بتاعنا. ونحاول نشوف. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا يا شباب شغلنا الجهاز، وطبعا مش هنكتشف برضو الرجرجة الا بنقفل الفلاتر بتاعتنا والغطا ده ونشوف. هو حاليا ملوش صوت خالص اهوت، والحمد لله. بصوا يا شباب، الى حد 80% اختفى الصوت خالص، مفيش اصلا صوت. هو كان الاول سند بورق من هنا كده، كان حاطط له ورق هنا في الجناب هنا، دلوقتي مفيش صوت خالص الحمد لله. ولو صدر صوت بقى هنغير البلور كله. يعني انت ايه، انا والله صلحت البلور ده لعدم توفر بلور، لكن لو كان متوفر لكنت غيرت، عدم توفر البلور في المكان اللي انا فيه تمام.
وطبعا انا كنت شغال صيانه وتنظيف للجهاز، وطبعا لازم ان انا اشوف معاه ضغط الفريون بالمره، الضغط 60 اهو. طبعا انا نظفت الجهاز كويس من بره بالهواء وببعض الماء على الريداتير او على الكوندنسر، مواتير الكوندنسر. وطبعا في بدايه في فيديو سابق وصيت ان محدش يسيب تكييف يوجع عليه اسمنت او مواد بناء عشان بيبوظ. غطوه وقت الايقاف او وقت اذا جيرانكم شغالين صيانه. فاضل لي ان انا اقيس الامبير، نجيبه كلامب ميتر بتاعنا. وادي الامبير بتاعي 9.3، 9.2. خلينا نثبته القراءة هولد، وبعد كده نوريها لكم تاني. ادي القراءة 9.1. تعالوا نوريكم بيانات الجهاز، نشوفوا الامبير بتاع الجهاز كام يا شباب. تمام اهوت الجهاز، طبعا مكتوب عليه من 9.3 الى 10.1 او 10.11. ده الامبير بتاع الجهاز يا شباب. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.